يعني أيام قليلة جدا ونبتدي شهر مارس. شهر مارس معروف إن هو في عدد من المناسبات الخاصة بالمرأة، بنتكلم على عيد الأم، بنتكلم على يوم المرأة المصرية، يوم المرأة العالمية، ودايما المرأة والفتاة المصرية ما تثبت أنها قادرة على مواجهة أي صعاب وأي تحديات، ودايما كده بتسطر اسمها بأحرف من نور. الفنانة نورهاني المهدي واحدة من الفتيات المصريات اللي أثبتت أنها مش بعيدة عن الكلام ده خالص بعد فوزها بجائزة ليوناردو ديفينشي الدولية. اسمها اتردد كتير جدا في الفترة الأخيرة دي تحديدا، مش بس على المستوى المحلي فقط لكن على الدولي. كمان قدرت اللي هي تعمل بصمة فنية على المستوى العالمي، وقدرت أنها تحصد الجائزة دي واستلمتها في قصر برجيزي فلورنسا بإيطاليا. ودلوقتي هنروح لنورهان عبر الهاتف ويعني نصبح عليها ونعرف منها إيه التفاصيل الخاصة بالجائزة دي تحديدا. نورهان المهدي، المدرس المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية. صباح الخير يا أستاذة نورهان. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد، وتحياتي للاستاذه بسن. اهلا بيك يا نورهان، مبروك. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك، ميرسي جدا. يعني شرفتينا ورفعتي رايه مصر بره، والعالم كله بيتكلم عنك دلوقتي يا نورهان. عاوزين نعرف كده، عاوزين نعرف منك الاول طبعا بعد مبروك، يعني لحظه استلام يعني هذه الجائزه يا دكتوره، و ايه شعورك لما تم اختيارك لجائزة عالمية باسم ليوناردو ديفينشي؟ الحقيقة انا اولا انا الموضوع بالنسبة لي كان مفاجئ، يعني انا ما توقعتش بصراحة. نعم. انا شاركت وكده، فهو طبعا هي جائزة دولية، شارك أكتر من دولة، كان موجود دول زي فرنسا، أمريكا، دول أخرى، فنانين كتير من على مستوى العالم كانوا موجودين. لا. أنا كنت العربية المصرية الوحيدة هناك. الحقيقة اتبسطت جدا إن العمل بتاعي اللي شاركت بيه عجبهم جدا، وطبعا كنت مبسوطة قوي أول ما ندهوا اسمي. اسمي بالطريقه الايطاليه كان نوران المهدي، نوران المادي، ما بينطقوش الحرف الهاء او الاتش الاك عندهم، فكان نوران المادي، فبصراحه انا اتخضيت طبعا. بس وكنت مبسوطه وكنت فخوره، مجرد انك تقول انا فنان مصري، انت مش بس بتحكي، انت بتتكلم عن تاريخ وعن حضاره. يعني إن انا كنت حاسه بنوع من انواع العراقه وانا بنطق اسم ان انا فنانه مصريه بصراحه. انا كنت فخوره جدا. كمان هناك بعد الاحداث الاخيره والاحتفاليات الاخيره اللي حصلت في مصر، الوضع بقى مختلف، العالم كله بيبص لمصر دلوقتي من منظور مختلف تماما. يعني كان ليا كل الاحترام وكل التقدير، كانوا هم الفنانين بييجوا يتصوروا معايا، و الموضوع كان يعني مختلف. مكانة مصر والمصريين بقت مختلفة عالميا دلوقتي جدا جدا. مصر تقولها دلوقتي اسم مصر، لا، مصر حضارة، مصر الأقصر واللي حصل. صحيح. فيها قابلت هناك كمان مدير أكاديمية فنية، أعتقد كان مدير أكاديمية الهنجرية، قعد يتكلم معايا جزء كبير جدا عن قد إيه هو يتمنى يجي يشوف مصر، خاصة بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت، إن هو متابع جدا. فلأ يعني مصر دلوقتي بصراحة، ده 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 يا دكتورة نورهان تقدمي له دعوة على طول اللي هو يجي مصر ويبقى سفير يعني عن مصر عنده يعني. أنا قلت له حضرتك بس أول ما تيجي أنا هكون التور جايد بتاعك، يعني اللي حضرتك تؤمر بيه يعني. طب دكتور، يعني حابة أعرف منك البداية، يعني أنت اخترتي اللوحة اللي قدمتي بيها على أساس إيه؟ إيه الكرايتيريا أو المعايير اللي كانت قدامك عشان تقدمي باللوحة دي وتكسبي بيها؟ جميل. هو أنا عملت الماستر بتاعي عن حاجة اسمها الكياروسكورو. الكياروسكورو ده مصطلح إيطالي معناه العتمة والنور. في أعمال فنان اسمه كارافاتشيو، ده فنان إيطالي، فأنا استخدمت الطريقة اللي كان بيعملها كارافاتشيو في اللوحة دي، اللي هي حاجة زي نوع من أنواع الكونتراست القوي جدا بين الضوء والظل. فهي لو حضرتك هتعرضي اللوحة دلوقتي، أنا بعتذر لأني مش شايفة الشاشة. احنا هنعرضها دلوقتي. تمام.
هي اللوحة بتاعتي اسمها آدمز أكشن أو فعل آدم. اللوحة قايمة على الفكرة، قايمة فيها على فلسفة المواجهة بين حقيقة الموت والرغبة في الحياة. استخدمت فيها أسلوب رمزي، يعني مثلا في بعض العناصر اللي استخدمتها زي الغراب. هو طبعا الغراب له تاريخ طويل في تاريخ التشكيل، هو بيرمز لعملية الموت وساعة ابن آدم علمه الدفن وهكذا. يعني التمثال والبنت اللي رفع جناحها عندها أمل في الحياة، ففكرة المواجهة اللي حصلت بين فكرة الموت ورغبة الحياة برفع البنت لجناحها. يمكن الطليان كمان معروفين لحبهم للوح الفنية اللي وراها فلسفة شوية ليها علاقة بالحياة وآدم عامة، فيمكن ده من الافكار اللي كانت كرييتيف قوي او ابداعيه جدا منك، انك تعرفي مهم انك توصلي للماركت او انه ازاي تحصدي على هذه الجائزه من خلال انك توصلي ازاي الطليان حتى بيحبوا الفلسفه دي ورا الرسومات دي، لو انا مش غلطانه. لا مظبوط طبعا مظبوط. يعني الفن إيطاليا ليها تاريخ كبير قوي في الفنون التشكيلية، بس أنا كان رأيي اللي قلته حتى هناك إن الفن بدأ في مصر، ومصر هي اللي حطت أول سطور الفنون. يعني بعد كده كل الحضارات وكل العالم بدأ ياخد من مصر، فإحنا هنكون الأصل في كل حاجة. فالفكرة إن أنا حاولت إن أنا، يعني أنا عموما في اللوحات بتاعتي الموضوع بيبقى خاص جدا، وبحاول أعبر بشكل ذاتي عن حاجات حياتية. فلما التجربة بتكون صادقة هي بتوصل للمتلقي أو للشخص الثاني بطريقة بسيطة. صحيح، وتحديدا لما التجربه دي يا دكتوره نورهان بقى يعني يسبقها عدد من المثابره، الشغل اكيد اشتغلتي على نفسك، اكيد يعني كان حلم، ما فيش حد بيحقق النجاح من فراغ، اكيد في مجهود وفي جهد كبير بيبذل ويتوج هذا الجهد في النهايه بتكريم زي اللي حضرتك اخذتيه. الدكتوره نورهان المهدي المدرس المساعد بقسم التصوير بكليه الفنون الجميله بجامعه الاسكندريه والفائزه بجائزه ليوناردو دافنشي الدوليه، بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وبنتمنى لك طبعا كل التوفيق وحصد المزيد من الجوائز العالميه.